صباحكم حيوية ونشاط. تحية والله للشباب في صالة الجيم اللي هم دائما حريصين معنا في كل صباح نقدم روشتات مهمة بالنسبة للمجتمع بكافة أشكالنا يعني وتنوعنا. والحاجة الثانية أعمارنا، لأنه ما بتختصر رياضة الجيم على فئة عمرية معينة. مشاهدينا، نسبة كبيرة وأرقام مخيفة تتردد سنويا في عند الجهات الحكومية، بالذات الجانب الصحي وحتى التقارير السنوية على مستوى العالم بخصوص الإصابة بأمراض العيون. من أجهل في كل مرة إنه نزور أو نكشف يعني دوريا حتى نتأكد من سلامة نظرنا. من أهمل الحاجة دي لفترة من الوقت، بعد ذلك نشعر بألم للضرورة أو لأمر طارئ نزور عيادة العيون أو نكشف عن العيون. في أمراض كثيرة بتكون متراكمة نسبة لإهمالنا لصحة العيون. إذا الأولوية كبيرة في صباحنا الشروق في صباحاتنا الندية إنه نوعي وأيضا نبشر، والحاجة الثانية ندعم بعضنا بخصوص الكشف المبكر والكشف الدوري. إذا هي مساحة صباحية في عافية عن جراحة العيون نتابعها، ومن ثم نعود نفصل أكثر في موضوعاتنا الصباحية. مشاهدينا، بالنسبة لنا نحن نعتبر العين يعني من أكثر الحواس اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم بها الإنسان، والعين مسؤولة من هي أكثر الحواس قيمة. ما بنقول يعني باقي الحواس ما مهمة، لكن العين بالنسبة لنا حتى في المخ مستلمة أكثر من نص المخ يعني في المساحة التوزيعية. مسؤولية العين هي الإبصار والنظر، وعشان تكون العين سليمة لازم يعني نقدر نحافظ عليها. ربنا حاب العين بوسائل دفاعية طبيعية من خلق ربانية، عمل لها جفون خارجية تحميها من البيئة البرة، عمل لها طبقة دموع سطحية عشان تخلي سطح العين رطب، عشان نقدر نحافظ على الوسيط الأمامي من العين إنه يكون شفاف تماما. نحن عندنا في السودان ربنا حبانا بفصل يعني بطقس صيف وحار وشتاء وجاف وخريف ورطب. دي ممكن تعمل متغيرات في سطح العين بالذات للناس اللي بيشتغلوا، لأنه أغلب أهلنا ناس رعاة وناس مزارعين. حب ننصحهم بانه لما يتعرضوا لاشعه الشمس الخارجيه يعني يا ريت يوقعوا عيونهم بنظارات شمسيه حمايه من الاتربه والبيئه الخارجيه. وبرضه بنفتكر انه التعامل مع العين لو وقع فيها جسم غريب لاخواننا الرعاه والمزارعين من اتربه او فروع الاشجار والحاجات دي، التعامل معه يتم بحرص، يعني ازاله الاجسام الغريبه عن طريق استخدام ما نعرضها للعين بدون ما ندعك دعك شديد، لانه لو بقى في جسم غريب صلب وممكن الدعكه تخليه يعني يثبت تبقى جسم غريب في العين ويعمل لها مضاعفات، يعمل لها غرح في الغرانيات وكذا. فاحنا دائما بنفتكر انه التعاملات بالاسعافات الاوليه مهمه، لو الحكايه زادت من كده نعرض نفسنا على اقرب وحده طبيه للعيون. فبالنسبه لنا يعني امراض العيون كثيره، لكن الحفاظ على صحه العين اي متغيرات بالنسبه لنا من الم، انحدار في النظر، احمرار فايت حده، حكه شديده، افراز من العين، دي معناته العين بقى في وضع ما سليم، محتاج انه يشوف زول مختص في العيون. ونحمد الله انه يعني اطباء العيون والمساعدين طبيين العيون في السودان متوزعين بصوره كويسه. الحكايه بتاعت نجيب قطرات من السوق ساي ونستعملها بدون وصفه طبيه من الطبيب دي قد تكون عندها مردود سلبي، بالذات في حاله عدم التشخيص السليم. يعني احنا حتى بنطلب من اخواننا في الصيدليات انه في قطرات معينه ممكن يتعاملوا فيها في حدود، اللي هي قطرات الترطيب وقطرات المضادات الحيويه. لكن يا ريت القطرات اللي فيها كورتيزولات، القطرات اللي بتعالج ضغط العين كده، ما يتعاملوا بها مباشر مع المرضى بدون استشاره ورشدة طبيه. فدي حاجه مهمه شديد، لانه بتفقدنا يعني مشاكل كثيره انه ممكن تحصل. ويا ريت الصيدلانه والزول في الصيدليه يقول للمريض لو بعد يومين ما متحسن اعرض نفسك على طبيب عيون، لانه بيجينا مشاكل لو كان اتعرض علينا من البدايه بصوره كويسه في التشخيص الامور كان ماشيه تمام. لكن بنكتشف انه الناس باستعمال القطرات الخاطئه
بيعرضوا نفسهم لعلاجات هي ما اساس العلاج الرئيسي للعين. فنحن نتمنى انه الناس رغم عن الظروف الاقتصاديه الصعبه يعني تتجه لاقرب وحده طبيه للعيون لمعالجه المشاكل دي. في مشاكل ثانيه ظهرت لنا بعامل التطور في الحياه، يعني اغلب الدراسه العمل بقى عن طريق الوسائل البصريه اللي هي التلفونات التابات الكمبيوترات، يعني الناس اي موظف في عمله بقى 90% من الشغل عن طريق الاجهزه الرقميه والحواسيب دي. عملت متلازمه اسمها متلازمه النظر للحاسوب اللي هي الناس ممكن يتعرضوا لصداع مزمن، يتعرضوا لجفاف خارجي في العيون، يتعرضوا لامراض سطح العين. فبنصح انه الزول لو عمره فات ال 40 سنه احتمال يكون محتاج لنظارة توضح الشوف القريب، احنا بنسميها نظارة القراية، فدي ممكن نستخدمها برضه للتعامل مع الأجهزة المرئية. ولو طلع عنده مشكلة بتاع التحسس من الإضاءة الزايدة بننصح انه برضه الوصفة الطبية يكون فيها عاكس للأشعة عشان تحمي العين. حكاية انه برضه الناس تستخدم التليفونات لفترات طويلة في اليوم دي عندها مشاكلها، يعني ناس بقت أغرب الأمراض اللي بتحصل بتاعت الحول الخفي وارتخاء عضلات العين وكده، مرات بنشيل يعني بنلعب فيها عبء كبير انه الدراسه الشغل التركيز القرايه كلها بقت عن طريق الحواسيب او عن طريق التعبات. فاحنا ما بنقول انه ضد التطور في الحياه، لكن بنقول انه احنا مع تطور الحياه لكن بالمحافظه على العين عن طريق الاجهزه واستخدامها بصوره رشيده وصوره سليمه. ف بنمنع انه زول يطلع على هاتفه والغرفه مظلمه لانه ممكن دي تعمل لنا مشاكل، ترفع ضغط العين او تعمل مشاكل ثانيه. حتى الانسان بانه اول ما يبدا يدرس او يذاكر او يقرا له كتاب او يعرض نفسه على التلفون او على الكمبيوتر انه بدا يحس بصداع، دي برضه يعرض نفسه على اطباء العيون. مرات بيكون نظرك 6/6 لكن بيكون محتاج داير تعمل تخطيط لعضلات العين، تعرف انه عندك ارتخاء او حول خفي او كده، هل حول خارجي او داخلي، فدي برضه من الحاجات المهمه شديد. نسال يعني نتمنى انه نكون قدمنا روشته كويسه للناس، ونسال الله التوفيق.